Mr. Speaker, Mr. السيد رئيس مجلس العموم، أعضاء البرلمان، سيداتي سادتي، إنني أتحدث إلى الشعب في المملكة المتحدة وإلى كل تلك الدول التي حظيت بتاريخ كبير. أتحدث إليكم كمواطن وكرئيس لدولة كبيرة. فهل الحرب التي لم نشرع بها ولم نكن نرغب بها اضطررنا لخوضها؟ فنحن لا نرغب بأن نفقد ما الذي نعتبره غاليا علينا، ألا وهو بلدنا أوكرانيا. وأنتم كذلك الأمر لا ترغبون بفقدان بلدكم، ولكن لابد وأعلم بأنكم لابد أنكم سوف تحاربون من أجل بريطانيا إذا ما وقع عليكم الأمر ذاته. فالناس بما في ذلك الرجال والأطفال لم نكن ننام في كافة أرجاء أوكرانيا على مر الأيام الاثنتي عشر الماضية، فكنا نحارب من أجل بلادنا وبجيشنا، وفي اليوم الثاني كنا نواجه الضربات الجوية. والرجال العسكريون ببسالتهم حاولوا التصدي لتلك الهجمات، عندما قامت القوات الروسية بمطالبتنا بأن نلقي سلاحنا، لكننا استمرينا بالقتال. تلمسنا آنذاك مدى قوة القوات العسكرية وقوة شعبنا، وفي اليوم التالي بدأت المدفعية بقصفنا، وأظهر جيشنا هويتنا الحقيقية كشعب وكمقاتلين. وفي اليوم الرابع بدأنا بالحصول على بعض الرهائن، لكننا لم نكن لنلحق بهم أي تعذيب. حتى في اليوم الرابع من هذه المعركة بدأ نطاق العمليات يتوسع ضد بلادنا، وبدأت الهجمات تطال الأطفال والمدن، وعمليات قصف مستمرة كانت تتوالى في كافة أنحاء البلاد بما في ذلك المستشفيات، وهذا لم يثني من عزيمتنا، بل أعطانا ثمة شعور بزيادة العزيمة. وفي اليوم السادس بدأت الصواريخ تسقط على باتنيا، وهو المكان الذي كانت فيه مواجهات بين النازيين في الحرب العالمية الثانية، وهذا المكان نفسه يتعرض لتدمير كامل جراء القصف. وفي اليوم الثامن رأينا الدبابات الروسية تقوم بقصف محطات الطاقة، وكل هذا يجعلنا نتفهم بأنه يرقى لعمل يرمى منه إرهاب الناس. وفي اليوم التاسع وجراء فشل كل تلك العمليات التي تلمسناها وشعرناها، إلا أننا أيضا
انتابنا شعور بأن الحلفاء لم يعملوا معنا كما ينبغي ولم يقوموا بإقامة منطقة حظر جوي. مما اضطر المواطنين الأوكرانيين للتصدي للدبابات بأيديهم العارية. وفي اليوم العاشر بدأت مدن كثيرة بالتعرض للقصف بما في ذلك مستشفيات ومواقع مدنية. وفي ذلك اليوم أدركت بأن أوكرانيا بأبطالها استطاعت التصدي لكل هذه الأعمال العدائية. وفي اليوم 12 فإن خسائر الجيش الروسي تجاوزت 10,000 شخص بما في ذلك بعض الجنرالات العسكريين. وهذا أعطانا بصيصا من الأمل بأنه سوف يكون هناك بعض المسؤولية تحمل على أولئك الأشخاص أمام المحكمة. وفي اليوم 13 وفي مدينة ماريوبول التي تعرضت للهجوم على يد القوات الروسية قتل طفل أوكراني، فهم لا يسمحون بدخول أي طعام أو ماء والناس بدأوا يشعرون بالخوف. أعتقد أن الجميع يستطيع أن يسمع أن الناس يفتقرون لمياه الشرب في ماريوبول، والوضع ما زال آخذا مسارا نحو التدهور. فهؤلاء الأطفال الذين قتلوا كان يمكنهم أن يكونوا على قيد الحياة، إلا أن الغزاة أخذوهم منا. إن أوكرانيا لم تكن لتتمنى حدوث ذلك، وأوكرانيا لم تكن لترمي أن تكون كبيرة، لكنها كبرت في ظل هذه الحرب. إننا دولة نقوم بإنقاذ الناس في ظل هذه الظروف، رغم أنه يتوجب علينا أن نحارب أحد أكبر الجيوش في العالم. علينا أن نحارب طائرات الهليكوبتر والصواريخ. والسؤال بات لدينا الآن هو كما قال شكسبير، أن نكون أو لا نكون. لمدة 13 يوما كان يمكن أن يطرح هذا السؤال، لكن الآن أستطيع أن أعطيكم إجابة مؤكدة، هي نعم، بأننا سوف نكون. وأود أن أذكركم بأن المملكة المتحدة قد سمعت سالفا هذا التصريح، وأكرره، بأننا لن نستسلم ولن نخسر، بل سوف نحارب حتى آخر لحظة، بحرا جوا، وسوف نستمر في القتال على أراضينا مهما كانت التكلفة. وسوف نحارب في الغابات وفي الميادين وعلى الشواطئ وفي الشوارع. أود أن أضيف هنا بأننا سوف نحارب على ضفاف أنهار مختلفة، وأننا نتطلع لمساعدتكم إلى مساعدة الدول المتحضرة. أننا ممتنون على هذه المساعدة، وأنني ممتن لكم كثيرا السيد بوريس. أرجو منكم أن تعملوا على زيادة وتيرة الضغوط على تلك الدولة، وأن يتم تصنيفها كدولة إرهابية، والتأكد من أن سمائنا في أوكرانيا سوف تبقى آمنة. أرجو منكم التحقق من أنكم سوف تفعلون ما يجب فعله، وما تم تأكيده من قبل بلدكم الشجاع. أتمنى أن يوفقنا الله في هذه الجهود، مع جزيل الشكر للمملكة المتحدة.
Thank you, Mr. President.